في هذه الحلقة سنتعلم الحركات الأربع النهائية للدان الأول من لعبة الرمح. 1 2 3. حسنا، مرة أخرى. لان نا جا. ارتداد الرمح. الحركة التالية تراجع الخطوة والشق بالرمح. نرجع القدم اليسرى إلى الوراء ثم نشق الرمح إلى الأسفل بقوة. حسنا، سأقوم بها مرة أخرى. نرفع القدم اليسرى ونرجعها إلى الخلف وفي نفس الوقت نشق الرمح. لعبة رمح الأومي كانت لعبة مهمة ضمن ألعاب الرمح المتنوعة في عصر أسرتي مين وتشينغ. أسسها راهب بوذي اسمه بو أن من جبال أومي في مقاطعة سيتشوان بالصين، وظل لمدة سنتين يدرسها ويطورها حتى أتقنها بشكل ممتاز. ولم يقدر أحد قط أن ينازعه في هذه اللعبة، وذاعت شهرته بشكل كبير في كل أنحاء الصين. إن لعبة رمح الأومي تتميز بنظامها الكامل وانسيابية الحركات، وتهتم هذه اللعبة بانسجام السكون مع الحركة وانتظار الفرصة المناسبة لشن الهجوم.
ارتداد الرمح إلى شاهدوا واستمتعوا بالحركات من الدان الأول حتى الدان الرابع. وفي الحلقة القادمة سنراجع مع المعلم إخوان جميع حركات الدان الأول. إلى اللقاء.